جميل. ومفروض ان عرضنا عليها، عرضنا في المؤتمر مشاكل وحلولها. احنا فكره مختلفه شويه، يمكن كله بيقدم مشاكل بس ما فيش حلول، لكن احنا بنقدم المشاكل معاها كمان الحلول، بدليل ان احنا بنستنى بس ان الوزير بقى هو المفروض ان هو ينفذ. احنا طبعا لقينا ان البلد دلوقتي في الظرف اللي احنا فيه الكل بيعارض لمجرد معارضه، بس ان في حلول تيجي لمصلحه مصر. فاحنا كشباب فكرنا ان احنا بدون اي انتماءات سياسيه فكرنا ان احنا نجيب فعلا حلول لمشاكل مصر، وبنحاول ان احنا ما يهمناش الوزير ده اخواني مش اخواني، ما يهمناش الكلام ده كله، ما يهمنا ان الوزير هيتعاون معانا. وبالفعل احنا عملنا الاسبوع اللي قبل اللي فات مع دكتور باسم عوده وتعاون معانا، والنهارده دكتور اسامه ياسين معانا، وكل اسبوع كل يوم خميس معانا وزير بنحل فيه مشكله جديده ونجيب حلول افضل. عملت رساله للرئيس، احنا كنا بنناقش القضايا والمشاكل اللي موجوده في البلد وبنحاول نحلها. توصلنا لمجموعة الشباب، توصلت لفكرة إن احنا نعمل مؤتمر نناقش فيه الوزير، اللي هو أكبر حاجة موجودة، الوزير بتاع الشباب أو وزير التموين، إن احنا نتوصل الحلول، إن احنا مثلا ننزل الشارع نشوف مشاكل الناس إيه اللي ناقصهم، إيه الحاجات اللي يعني العقبات اللي بتقف في طريقهم، ونقدمها للسيد الوزير ونقدم له حلول، بحيث إن احنا يعني نحاول الفترة اللي جاية دي نتقدم بالمستقبل إن شاء الله، لأن هي الشباب هم اللي إن شاء الله يعني اللي هيقدموا لمصر. حاجة صغيرة اللي احنا عايزين نقولها للشباب كلها، أنت هدفك الأخير مصر، أو هدفك الأساسي هو مصر، فيا ريت إن أنت تحاول اللي أنت تسيبك من أي نزاع سياسي، تسيبك من أي خلاف لا إخوان ولا فلول ولا أي حاجة، أنت في الآخر مصر. فيعني يا ريت تحطوا إيديكم في إيدينا، بما إننا احنا بنساعد في حل مشاكل مصر، فيا ريت تبقوا معانا وتنضموا معانا، وكلنا إن شاء الله نحاول نحل المشكلة. في مشاكل كتير طبعا، في وزير التموين الجنوب، والمشاكل المريف، العيش، السولار، الطوابير الكتير اللي بقت في كل حته، قدمنا له ان شاء الله حلول وهو بيعمل على حلها ان شاء الله، وهو الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني. هل تابعتوا مشكله ما تابعتوها وحصل فيها انجاز او حصل فيها تطور؟ احنا بنتابع مع السيد الوزير ان شاء الله، احنا ومجموعه الشباب اللي موجوده، يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى احسن بمساعدتكم ومساعده الشباب اللي موجوده كلها، ومساعده طبعا يعني احنا ما عندناش حاجه معينه او حد معين احنا بنتكلم معاه، احنا الشباب كلها، مصر كلها المفروض يعني تقف جنب الشباب، ان هي تكون الفتره اللي جايه هي المستقبل ان شاء الله.